أيضا تنضم إلينا من تونس المحللة السياسية السيدة شهرزاد عكاشة. سيدة شهرزاد، أمام المشهد الآن الذي في تونس يتوالد، الرئيس يكرر سيناريو حكومة الرئيس مرة أخرى، يختار شخصية كانت التوقعات تذهب بأنها تكون اقتصادية إدارية، اختار شخصية أمنية وخالف كل التوقعات لأنها لم تكن من ترشيحات الأحزاب. حتى الآن كيف نقرأ هذا الترشيح ومدى قدرته على أن يمضي بمركب الحكومة؟ كما كان مرحبا، أولا مرحبا بك وبسادة المشاهدين. كما كان متوقعا وقد توقعت ذلك يعني قبل ساعات من التكليف، أن مرشح الرئيس قيس سعيد سيكون خارج التوقعات ومن خارج ترشيحات الأحزاب. الرئيس قيس سعيد أعاد عبر تكليف هشام المشيشي الاعتبار لما نسميه في تونس المصعد الاجتماعي، وهو التكوين الدراسي في المؤسسات التونسية، ويعني أرجع الاعتبار لمسألة التعليم، وأعاد الاعتبار أيضا لكفاءات الإدارة التونسية. ويبدو أن هذا التكليف لم يعجب حركة النهضة ولم يعجب يعني حلفائها. قد تفقد على فكرة حركة النهضة بعض حلفائها على غرار قلب تونس الذي كان متحالفا معها منذ تقريبا يعني منذ ما بعد الانتخابات. قد يضع النهضة في عزلة لتبقى لوحدها هي وما يسمى بائتلاف الكرامة الذي يعتبر في تونس يعني تنظيما أصلا غير مرخص فيه، لأنه ليس لا جمعية ولا تنظيم ولا حزب ولا وجود قانونيا له، وإنما هو فقط جزء من حركة النهضة، أو نسميه نحن في تونس الباراشوك يعني المضاد للصدمات. فانطلق منذ يوم أمس ائتلاف الكرامة في مهاجمة رئيس الحكومة المكلف. عند هذه النقطة سيدة شهرزاد، يعني هناك من يقول في تونس أن ائتلاف الكرامة هو مجرد ناطق لما يريد أن يقوله أو بعض ما يريد أن يقوله حزب النهضة. الآن النهضة يقول أن مجلس الشورى سيجتمع ليقرر، لكن ائتلاف الكرامة قالها صراحة. هل هذا هو الموقف الحقيقي للنهضة برفض التعامل مع المشيشي؟ نعم، عبر أصلا هو ليلة أمس وبعد التكليف عبر قيادي النهضة السيد الفرجاني على رفضه واستغرابه من تكليف سيد هشام المشيشي. وانطلق ائتلاف الكرامة أيضا في مهاجمة رئيس الحكومة المكلف، حتى أنه وصل إلى حد التكفير واتهامه بالإلحاد. ونحن نعلم أن يعني هذه الاتهامات يعني تدخل في باب التحريض خاصة، وأنا لحركة النهضة وائتلاف الكرامة قواعد متشددة جدا. لكن المشكلة هنا سيدي الكريم أن يعني في التصويت ستجد النهضة نفسها أمام خيارين. صحيح أنها تقول أنها مستعدة لخوض انتخابات جديدة، ولكن كم سيكلفها هذا؟ حركة النهضة سوف تجد نفسها مجبرة في مشهد برلماني آخر على يعني يا إما السير نحو تحالف قد لا يكون ومن المستحيل حسب المتابعين أن يكون مع الدستور الحر، لأن الدستور الحر بزعامة عبير موسى يعني هو أصلا أصل وجوده هو معارضة حركة النهضة إضافة إلى أجندته الوطنية. ثم في المشهد البرلماني المقبل لن نجد أصلا سيدة شهرزاد يعني نفس المكونات. تتحدثين عن الانتخابات القادمة ستندثر والمشهد الجديد، وكأنك متأكدة تماما بأن هذه الحكومة لن تمر. لا، نحن الآن نفكر أو يعني نحلل ماذا إلى أي مدى يمكن لحركة النهضة أن تذهب إلى الأقصى.
فإن رفضت حركة النهضة تصويت وحلفاؤها التصويت قد تمر الحكومة مع ذلك، لأن أصلا لائحة سحب الثقة الموجودة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان نعم مطروحة وقد حظيت بأغلبية، ولكن إن أرادت النهضة الدفع إلى الأمام قد لا تمر هذه الحكومة. أمام الرئيس هنا خياران، الخيار الأول إما المرور إلى انتخابات أخرى، وهنا ستجد نفسها النهضة معزولة تماما نظرا كما قلت لتغير المشهد البرلماني، أو قد يعيد الرئيس تكليف شخصية أخرى، لأن الدستور سكت هنا عن إعادة التكليف، وفي غياب محكمة دستورية قد يعني يلتجأ الرئيس إلى تأويل الدستور، نظرا لأنه يعني عرفيا العرف يقتضي أن يفسر الرئيس الدستور في حال يعني غياب المحكمة الدستورية. طيب هذا واضح. سيدة شهرزاد، هنا نتحدث في سيناريو تشكيل الحكومة، ربما هو سيعطينا صورة تقريبية أو واضحة إلى حد كبير إلى أن هذه الحكومة ستمر أو لا. هل ستكون حكومة أو حزب النهضة، هل سيكون في المعارضة وسينتظر الخطوة اللاحقة لإقالة رئيس البرلمان السيد الغنوشي، أم أنه سيهادن ويمرر هذه الحكومة حتى يداري على موضوع الإقالة؟ ما هو السيناريو الأقرب في هذه اللحظة؟ السيناريو الأقرب، قد تحتاج حركة النهضة وتؤجج احتجاجات اجتماعية للضغط على يعني رئيس الحكومة المكلف في مسألة تشكيل الحكومة، قد تندلع احتجاجات في الجنوب، قد تندلع احتجاجات في الوسط والشمال الغربي، أو بالأحرى الجنوب الغربي، الوسط الغربي والجنوب الغربي، أي المناطق التي تمثل فيها النهضة أغلبية، التي أتت خزانة يعني انتخابي فيها النهضة بأغلبية الأصوات، أو نعم يعني أو حظينتها الاجتماعية فلنقل خاصة الجنوب الشرقي للبلاد على الحدود الليبية. ولكن حتى في هذا السيناريو يعني لن تستطيع حركة النهضة المضي إلى الأقصى تماما، نظرا إلى أن حساسية الوضع الأمني والاجتماعي والصحي أيضا والاقتصادي قد تجعلها في موضع عزلة، لأن التونسيين كما عهدناهم سيلتفون حول الرئيس، ما إن يكون هناك خطر داهم حتى يلتف التونسيون يعني حول مؤسسة رئاسة الجمهورية. شكرا. وخاصة شخص سيد قيس سعيد. شكرا جزيلا لك السيدة شهرزاد عكاشة، الكاتبة والمحللة السياسية، ضيفتنا من تونس.